خلف الجدار بودكاست عن فلسطين. احكي لنا تفاصيل. خلف الجدار يعني يمكن بيوضح قديش الصورة بفلسطين مهما حكيتي عن تفاصيل كتيرة بيضل في أمور كتيرة ما بتقدري توصلي لها، ما بنعرفها، يمكن ما بنعرفها هذا البلد. ولكن الآن رح نحكي أكثر عن الوضع في هالحلقات المقبلة، لأنه الوضع السياسي فارض نفسه، فبالتالي رح نتناول المواضيع الراهنة بالوقت الحالي. ولكن احنا المعنيين في خلف الجدار، شو في خلف الجدار؟ سواء في الضفة الغربية، في القدس، في قطاع غزة، تحديدا قطاع غزة. قطاع غزة من يوم ما اي شخص واعي عربي على قطاع غزة بسمع فيه انه رمز للمأساة، رمز للتضحية، 2005 طبعا، ولكن تحديدا، ولكن لا، قطاع غزة إذا بدنا نعرف شو قطاع غزة، في تفاصيل حياة وملون كأنه جنينة بتلقطي فيها منها وارد. الناس ما بتعرف هذا الشيء. قديش حلو أنت كمان الموضوع بمسك شخصيا، يعني أنا طبعاً طبعا در إحساسك يوصل لي فورا أنت وعم تحكي عن فلسطين، عن خلف الجدار. أنا كانت مراسلة بغزة، أكيد معروف.